السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أخباركم إيه؟ أتمنى أنكم بأفضل صحة وأفضل حال. النهاردة هنتكلم على بارت 2 من نظام الـ VRV System. كنا اتكلمنا في بارت 1 ودينا مقدمة كده على نظام الـ VRV واتكلمنا على أهميته ومميزاته. النهاردة بقى في بارت 2 هنتكلم وهنروح لنقطة مهمة جدا اللي هو الـ VRV Systems. إيه هي نظم الـ VRV؟ عندي 3 نظم للـ VRV مهمين أوي. أول نظام كولينج اونلي سيستم. طبعا كولينج اونلي سيستم معروف كده من اسمه اللي هو بيشتغل تبريد فقط. يعني انا لو عندي 20 غرفه وعايز اعمل لهم عمليه تبريد، هو تبريد بس. يعني لو في غرفه فيهم عايزه تدفئه مش هينفع، هو النظام معمول لكل الغرف دي تبقى تبريد. طب انا عايز بقى اوبشن بقى تاني، اللي انا مثلا عايز اشغل لا اما تبريد لا اما تدفئه بس الغرف كلها، اروح للهيت بامب. وزي ما بقول لك كده، لا اما اشغل ال20 غرفة تبريد او اشغل ال20 غرفة تدفئة. طب انا ما شغلت مثلا ال20 غرفة تبريد، طب في غرفة فيهم عايز اشغلها تدفئة، ينفع؟ لا. بالتالي هتروح للنظام التالت اللي هو الهيت ريكفري سيستم. ده بيشتغل تبريد وتدفئة في اي وقت لاي غرفة. طبعا ده نظام اعلاهم، معقد شوية، في شغل عليه كتير، وده طبعا احنا هندوس فيه شوية لان فيه مميزات مهمة جدا. واكبر ميزة فيه لان ممكن نسبة التوفير في الكهرباء توصل فيه ل50%، وهقول لك ليه في الفيديو ده. طب نيجي بقى نمسك اول نظام اللي هو الكولينج اونلي سيستم. طبعا من اسمه يبقى انا بشغل الغرف كلها تبريد، ما عنديش انا تدفئة في النظام ده. طيب عندي هنا وحدة الاوت دور وعندي هنا وحدة الاندور. طبعا بطلع من وحدة الاول دور على واي برانش زي كوبري كده، باخد منه ليه فتحتين، ادخل هنا وادخل هنا عشان اقدر اوزع في الغرف كلها. عندي حاجة اسمها واي برانش وعندي حاجة اسمها هيدر. هيدر باخد منه وصلة بطلع اكتر من وصل. الواي برانش باخد منه وصلة بطلع منه وصلتين. زي ما احنا شايفين كده كل الغرف الموجودة تشتغل تبريد بالنظام اللي احنا شايفينه ده. في السيستم ده عندي هنا وحدة اوت دور وعندي هنا 6 وحدات اندور. طبعا كل واحدة من دي بتحتوي على ايفابوريتور. طيب عندي هنا وحدة الاوت دور، عندي هنا خطين طالعين هنا من الوحدة. طبعا في خط اللي هو خط السائل اللي هيدخل هنا، هيدخل على الايفابوريتور هيتحول لغاز، ودوت خط الراجع الغاز اللي هيدخل على الكمبرسور. نظام بسيط جدا زي نظام الاسبليت خالص، بدل ما واحدة واحدة، لأ أنا عندي هنا 6 وحدات. طب نخش بقى على النظام التاني اللي هو هيت بامب سيستم. طبعا هنا زي ما احنا شايفين بتكلم هنا على وحدة خارجية وباخد منها على وحدات داخلية. النظام ده شغال هنا تدفئة، أما النظام ده عندي وحدة خارجية باخد منها على وحدات داخلية، النظام ده شغال تبريد. وممكن أبدل أخلي ديت تدفئة وديت تبريد، يبقى انا عندي الوحدة خارجية مع لوحات داخلية لما اشغلها تبريد لما اشغلها تدفئة، ودوت الهيت بامب سيستم. طب نيجي بقى للنظام التالت اللي هو اعلاهم، اللي هو بقى بيجمع كل المميزات. هيت ريكفري سيستم، النظام الثري بايب. النظام ده بيحتوي على 3 بايب. اول حاجة ديس تشارج لاين اللي هو انا عامله بالخط الاحمر ده، في خط التاني اللي هو السكشن لاين اللي هو خط السحب اللي انا عامله بالخط الازرق، في التالت خط اللي هو الليكويد لاين اللي هو خط السائل اللي هو باللون الاخضر. طبعا بيبقى عندي هنا الوحدات الداخليه، بيبقى عندي هنا فوقيها هنا وحده كنترول يونت. الوحده دي بتتحكم على اساس انا ظابط الجهاز على ايه، ظابطه هيتنج ولا كولينج، وعلى هذا الاساس بتجيب لك من الخط اللي يحقق لك الموضوع ده. يعني لو انا هشتغل مثلا الوحده ديت هشغلها هيتنج، طبعا بقوم جايب الوحده الكنترول بتكون جايبه من خط الديس تشارج لاين اللي هو خط الطرد اللي هو الغاز الساخن، وبتدخل على الايه الوحده الداخليه. طبعا الوحده الداخليه ديت هتبقى في الحاله ديت كوندنسر، واطلع منها على الليكويد لاين اللي هو الخط الاخضر. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ وحده الكنترول يونت اللي موجوده هنا. طيب انا عايز بقى اشغل كولينج، اديته امر كده انا عايز اشغل الوحده ديت كولينج تبريد. عشان يحقق الموضوع ده هيجيب لك من خط السائل اللي هو ايه الليكويد لاين،
لو الخط الاخضر شوف الدنيا هنا اتغيرت ازاي، جاب من الخط السائل على الوحدة دي، وبالتالي اشتغلت الوحدة ديت كإيفابوريتور، وخدت منها الخرج بتاعها طلعته على ايه الساكشن لاين اللي هو الخط الايه الازرق. يبقى هنا في مرونة في التحكم على اساس انا شغل الوحدة دي ايه. اللي بيعمل الكلام ده وحدة الكنترول يونت اللي احنا هنشرحها كمان شوية. موضوع بسيط بس خلي بالك موضوع كبير جدا، ولو وانا ما فهمتوش هيبقى نظام معقد جدا. خلي بالك في مرونة في الحركة هنا على اساس، خلي بالك ان الموضوع ده مهم جدا. انا هنا شغلت هيتنج وهنا شغلت كولينج. هنا طبعا بيبقى في وحدة في الاوت دور بتبقى كوندنسر او افريتور. في الوضع ده لو انا شغلت نص الوحدات هيتنج ونص الوحدات كولينج، انا هنا مفيش طرد حرارة، مفيش حرارة هتطرد من هنا خالص، لان انا هستفاد بكل حاجة. ده بقى اللي هو التوفير اللي انا بتكلم عليه اللي بيوصل ل 50%. يعني ايه؟ يعني هشغل ديت كوندنسر واخد منها شغل ديت ايفوبريتور، بدل ما كنت بطرد الحراره بره انا مش عايزها، لا ده انا هستخدمها هنا، وهو ده التوفير اللي انا كنت بتكلم عليه. يبقى هنا الكمبريسور بس هو اللي شغال، مفيش وحده جوه هنا، هوت مفيش هنا كوندنسر ولا في ايفوبريتور. في الوضع ده لو هو الاتنين دول قد بعض، لو الهيتنج قد الكولينج، طبعا لو في بقى الكولينج اكبر يبقى عندي هنا هوت وحده الكوندنسر هنا هتشتغل. طيب نكمل مع بعض، وبرضه لسه احنا في الهيت ريكفري سيستم اللي احنا هنضغط عليه شويه لان في شغل عالي جدا. الباقيين دول سهلين، اكنك بتتكلم على سبليت يونت، موضوع بسيط جدا. اما الوحده الهيت ريكفري سيستم تعتبر تكييف مركزي كبير قوي ومحتاج شغل عالي ومش اي حد يشتغل فيه. زي ما احنا شايفين بجيب لك كذا ديزاين للموضوع ده. عندي الواحد الداخليه، وحده الكنترول يونت اللي انا بكلمك عليها، طبعا بتتحكم على اساس العمليه اللي انا هعملها، هعمل تبريد ولا هعمل هيتنج، هعمل تسخين. دي وحده الاوت دور. عندي هنا بيبقى عندي 2 كومبريسور، بيبقى عندي هنا هيت اكسنجر 1 او هيت اكسنجر 2 لما اشغل تبريد او اشغله كوندنسر او اشغله اوفبريتور على حسب العمليات الموجوده هنا. افرض العمليات الموجوده هنا كلها هيتنج، يبقى هنا الموضوع دوت هنا هيبقى يشتغل هنا ايه ايفابوريتور. افرض هنا كلها كانت كولينج هيشتغل هنا ايه كوندنسر. وعندي هنا في الصمامات كل ده بيتحكم فيه بشغل الكنترول على اساس العملية المطلوبة، على اساس العملية المطلوبة. طبعا هنشوف هنا مع بعض كمان ديزاين تاني. زي ما احنا شايفين اهو عندي وحدات هنا، الوحدتين دول شغلتهم كولينج، هنا الواحد 3 وحدات دول شغلتهم هيتنج. طب انا شغلت هيتنج، شوف زي ما احنا جايبين كده بجيب من الكمبريسور على خط الغاز الساخن، بدخل هنا على الوحدة الداخلية وبتشتغل هنا ايه كوندنسر. تمام، باخد منها على خط السائل، خط السائل، وبروح تاني هنا الهيت اكسنجر اللي هيشتغل دوت ايفابوريتور. طب انا طبعا لو انا هشغل هنا كولينج، خط السائل هقوم واخد منه خط السائل اللي هو الاخضر ده، هو داخل هنا. خلي بالك هنا في اكسبانشن فالف صمام تمدد، لو انا همشي بالاتجاه ده صمام تمدد وهنا الايفابوريتور. تمام، هنا في الوضع دوت صمام التمدد هنا مش هيشتغل. طبعا انا بقول لك شغل كنترول هم ده فصله، لو ده مش موضوعه هنا بيتحط قبل الايفابوريتور على طول. باخد من خط السائل على الايفابوريتور، ومن الايفابوريتور بودي على الخط اللي هو الاخضر ده اللي هو اللو بريشر اللي انا هدخل على طول على الكمبريسور. طبعا زي ما بقول لك في مرونه جدا في النظام ده. طبعا وحده الكنترول اللي موجوده هنا هي اللي بتعمل كل حاجه. انا بحقق لك الموضوع، بحقق لك ان انا شغالك كولينج او هيتنج عن طريق وحده الكنترول يونت. طبعا كل النظام الموضوع ثابت. عندي هنا اشغل هنا اندور، اشغل هيتنج، هنا كولينج، هنا كولينج، وطبعا باخد عندي 3 بايب، باخد من البايب اللي انا هتحقق لي الموضوع اللي انا عايزه. طبعا اللي بيعمل الكلام ده كله وحده الكنترول يونت. نبص مع بعض، طبعا احنا بنعيد الكلام تاني وبجيب لك كذا شكل بكذا سيستم عشان نفهم الموضوع ده كويس جدا. دي وحده الاوت دور، وحدات
الاندور، وزي ما اتكلمنا ممكن الوحدة دي تبقى اي حاجة، يعني واخدنا الوحدة الداخلية واشكالها مع بعض مش هتفرق معانا، وممكن تبقى وحدة مناولات هوا مفيش مشكلة فيها. عندي هنا وحدة الكنترول، خلي بالك وحدة الكنترول ديت ممكن اوصل عليها اكتر من وحدة، نخلي بالنا هنا، هنا مشغل عليها وحدتين بس. هل في الوضع ده هل ينفع شغل واحدة كولينج وواحدة هيتينج؟ لا، بعد وحدة الكنترول يا اما شغل تبريد او تدفئة. يعني مثلا هنا دي وحدة مشغلة هيتينج عن طريق وحدة الكنترول ديت، يبقى وحدة الكنترول دي لا تشغلها هيتينج لا تشغلها كولينج. طب افرض انا حطيت اتنين مع بعض، لا الاتنين يشتغلوا هيتينج او كولينج، ما ينفعش واحدة تشتغل حاجة والتانية تشتغل حاجة بعد وحدة الكنترول. يبقى وحدة الكنترول اللي بعدها على طول لا اما كذا لا اما كذا، لا اما هيتنج لا اما كولينج. تمام، عندي هنا نفس الكلام، وحدة الكنترول مشغلة دي الاتنين دول كولينج، وحدة الكنترول ديت مشغلة الاتنين دول هيتنج. تمام، طبعا هنا عندي في حاجة اسمها هيدر، بياخد التلات انابيب وبيطلع هنا بقى بيغذي اكتر من مكان، يغذي اكتر ايه من مكان، يغذي لي واحدة التانية التالتة، اشغل دي كولينج، اشغل الاتنين دول هيتنج زي ما انا عايز خالص، موضوع ايه بسيط. طبعا لو انا جبت خط من ده لما اشغل كل اللي عليه لا اما هيتنج لا اما كولينج، او اخد منها على غرفة اشغلها كولينج وممكن اقلب الغرفة ديت لهيتنج مفيش مشكلة خالص. عشان ما اطولش عليكم هنتوقف لحد النقطة ديت، وهنبقى في انتظار بارت 3 وهنتكلم فيه على هيت ريكفري سيستم، وهنتكلم فيه ازاي الانرجي سيفنج بيوصل ل 50%، وهناخد بعض الامثلة لبعض الوحدات وهندرسها مع بعض. بارت 3 بارت مهم جدا في نظام الهيت ريكفري سيستم، انتظرونا ان شاء الله، اسعدتونا بوجودكم معايا، اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.